الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال ابن تيمية: اذا عرف ذلك فتأويل ما اخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لكن ليس هو مثله، يعني كيفية. ولا حقيقته كحقيقته، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته. إذن طالما علمنا أن التأويل إما تأويل اللفظ عن ظاهره بقرينة، تأويل بالتفسير المعنى، تأويل ما يقول إلى حقيقة الأمر، نعم، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه عن صفاته هو نفسه المقدس هو نفسه المقدسة ومقام من الصفات، مسألة الحقيقة يعني. فقوله الرحمن عرش استوى هو نفسه تعالى ما قام به من الاستواء ومقام به من الاستواء صفة من صفاته على العرش. وتأويل إن الله كان سميعا بصيرا هو نفسه المقدسة ومقام به من صفة السمع والبصر، نعم، كان الله عليما حكيما هو نفسه المقدس بما قام به من العلم والحكمة. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، هذا أيضا هو نفسه بمقام به من صفة المحبة. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا هو نفسه، وقد اتصف بالنزول، نعم. هكذا تأويل صفات الوعد والوعيد نفس الأمر، كما قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، نعم، سلام عليكم بما صبرتم. وفي قوله: وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فهناك في الجنة أمورا ليس بينها وبين الدنيا إلا الأسماء فقط والمعاني، ففيها نساء، نعم، وفيها خمر وفيها بحار وأنهار سبحانه جل في علاه. وهكذا تأويل الوعيد كله ينزل تحت قولها: ينظرون إلى تأويله ويوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي لا ينتظر هؤلاء الكفار فيما في الوعيد الذي جاءهم بالعذاب والنار إلا أن يقفوا على حقيقته، كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه انهم لكاذبون. ولهذا قوله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، هذا السنه والقران سواء بما فيها من المحكم والمتشابه. وقلنا بان الصحيح الراجح من اقوال المفسرين ان المتشابه اذا رددته الى المحكم ظهر معناه، وليس القول على اهل التجهيل وهم اهل التفويض الذين يقولون: لا نجهل ما معنى اليد ولا معنى العين ولا معنى الحب ولا لا يعلمون شيء. لذلك قال: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، هو ده الواجب. الواجب العمل بالمحكم، نعم، والمتشابه نؤمن به. قيل المتشابه هو المنسوخ، والمحكم والناسخ، فالناسخ الواجب الإيمان به والعمل به، والمنسوخ يؤمن به ولا يعمل به. قوله: لأن ما أخبر الله به عن نفسه عن يوم الآخر ألفاظ مشابهة معانيها، وهذا كما بينا قبل ذلك في مسألة الجنة وما فيها من الفاكهة، والدنيا فيها نفس الفاكهة لكن ليس بينهما إلا الأسماء كما قال ابن عباس.
لذلك قال هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، الماء والعسل واللبن والجنة، بل والنساء حور العين وحور الطين هما سواء لكن بينهما تفاوت عظيم. ويقال أن الإنسان قال لو أشرت بإصبعها لملأت الدنيا مسكا وطيبا ونورا، ويرى مخ ساقها من ظاهرها. نعم، فهذا فارق بعيد بين الكيفية والكيفية، وليس أحد لا يفهمه على طريقة أهل التجهيل الذين يقولون لا نعلم إلا حروف انضمت بعضها إلى بعض، ودول أسوأ الناس مذهبا. قالوا فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أي من بعض الوجوء ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. المعنى ما بتشابه، كل موجودات في الدنيا وفي الآخرة فيها اتجاه اتفاق من وجه، عليكم السلام وكاتب شفاكم الله عفاكم كان الله في عونكم، فيها اتفاق من وجه هو وجه اللفظ والمعنى، وفيها اختلاف من وجه هو وجه الكيفية، لا تكون مماثلة من كل وجه. الصفات أسماء الله وصفاته لا تكون مماثلة لأسماء الله لأسماء العباد وصفاتهم مع الاشتراك في الاسم كما قلنا، فإنه لا. فالصفات أسماء الله وصفاته لا تكون مماثلة لأسماء الله لأسماء العباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.